السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 26/23/22 في مصر، ذهب عيار 24,131 جنيه وخمسين قرش، البيع 1,097.25 قرش، الشراء هبوط 11.50 جنيه، ذهب عيار 22,037.25، البيع 1,075.75 قرش، للشراء بهبوط 10.5 جنيهات، ذهب عيار 21,990 جنيه، البيع 960 جنيه، الشراء هبوط 10 جنيهات، الجنيه الذهب 7,920 جنيه، البيع 8,570 جنيه، الشراء هبوط 80 جنيه. البورصة بالدولار 1,946 دولار، البيع 1,945 دولار، الشراء صعود 5 دولارات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.